بالرغم من الجراح، بالرغم من القصف المتواصل، بالرغم من إطلاق النار، سنقوم بجني الزيتون. هذه خيرات بلادي، هذه الشجرة المباركة التي يكاد زيتها يضيء كما ورد في القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الدماء التي تسيل على هذه الأرض المباركة يعني نورا لنا في هذه الدنيا. شجرة الزيتون باقون، وسنحصد هذه الخيرات، خيرات بلادي.